السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم، اليوم مع فيديو جديد يعني مختلف شويه. حبيت نتقاسم معكم واحد التجربه ديال واحد السمك اللي كيكون مقلي بالماء وكيجي يعني ما شاربش الزيت، فحاولت نجربها معكم باش هكا تشوفوا واش ممكن تنتوما تجربوها. يعني لا صدقات معايا، غادي نقول لكم جربوها وغتشوفوا معايا النتيجه في الاخر ديال الفيديو. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل ديال هذا السمك هذا بطريقه جديده ومتميزه. ندوزوا دابا باش نشوفوا المقادير اللي كنتبل بهم هذا السمك ديالي. بالنسبه انا شنو كندير في التوابل، كندير الابزار، ومن بعد ما نقيت الحوت مزيان ويعني درت له الحامض باش شرب فيه الحامض مزيان، كندير دابا شويه ديال الابزار على هذا الشكل، وغادي ندير كذلك التحميره او البابريكا غير شويه باش تعطي داك اللون كيجي زوين، وكذلك غندير واحد شويه ديال الملون يعني هكا شويه فقط. صافي، كان هذا هو التتبيله ديال السمك. غندوز دابا باش نحركو ومن بعد نوريكم شنو غندير. من بعد ما درت التوابل لهذا السمك غادي نزيد شويه ديال الحامض على هذا الشكل، كنديرو غير شويه هكا في السمك ديالنا. ودابا غندوزو باش نشوفو الطريقه اللي وريتكم ديال السمك مع يعني الماء، ونشوفو كيفاش غتجي هذه الطريقه وغنجربها معكم مباشره. دابا غندوز باش ناخذ السمك ديالي من بعد ما تبل، غنديروه في الطحين، غندوزو على هذا الشكل، حاولوا تغطسوه مزيان في الدقيق ديالكم، وعاد من بعد غنديروه في الماء. هانتوما تشوفوا الطريقه بحال هكا. ودابا غنديروه هكا في الماء، غندوزوه على هذا الشكل كما كتشوفوا بحال هكا، وفي حمام زيت ساخن غادي نبدا ونقلي الحوت ديالي. بقاو معايا، وبنفس الطريقه غادي نعاود نغطس السمك ديالي على هذا الشكل، وغندوزوه في الماء بحال هكا كما كتشوفوا. ها هي الطريقه ديال الماء، كنغطسوه هكا في الماء بحال هكا، ومن بعد كندوزوه مباشره للزيت. كما كتشوفوا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي، كيجي رائع جدا ومقرمش كما كتشوفوا على الصوره. يعني فعلا تجربه ناجحه، نتمنى تجربوها وتردوا عليا. وفعلا ما كيشربش الزيت، يعني بحال كي شفت في الفيديو. هذه الوصفه هذه خديتها من واحد الفيديو في اليوتيوب، وقررت نجربها معكم، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكان هذا هو السمك ديالي كما كتشوفوا على الصوره، اللون ديالو كيجي رائع جدا وكيشهي بحال ديما. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. الى عجبكم بحال ديما ما تنساوش الاشتراك في القناه واللايك، وكذلك خليوا لي لايكات باش هكا نعرف ان الفيديو عجبكم. الى اللقاء مع فيديو مقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.